مساء الخير، البوصلة حلقة 2. خلصنا اللي خلصناه امبارح، بقى النهاردة هقول لكم النهاردة وبكرة مثلا، بس عايزين نركز 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 عشان تبقى الفكرة عندك ايه الاساس. القراءة القرآن هي اهم حاجة ممكن تجدد لنا وتعمل اصلاح ديني منضبط، اعادة قراءة القرآن. وقراءة دي مش يعني قراءته، عشان في ناس برضو ممكن ما يبقاش وصل لها معنى القراءة. معنى القراءة اي معنى الفهم. إعادة قراءة القرآن أي إعادة التدبر في فهمه قراءة جديدة ومعاصرة وعقلانية للقرآن. فأساس كل اللي بنعمله ده، لأن احنا عملنا الباقي كله في السنين اللي فاتت، لنقد الأحاديث عملناه، إرجاع الناس لبشريتهم بس يعني وما أنتجوا، الفقه وطبعا كتير، التفسير، وده كله هنشتغله دلوقتي. إنما الأهم من ده كله قراءة القرآن قراءة أخرى، لأن ده النص العمدة الأصل اللي لو شفناه زي موضوع شهادة المرأة كده وزيه كتير تتغير الأوضاع كلها، وتغير له أصول. فواحد يقول لي أنت لما قلت الأصول قلتها كده أربع حاجات وهي عقلانية، بس منين جبتها؟ ده اللي اتقال لي يعني. ماشي، تعال نقول الحكاية بدأت إزاي. بصوا، في حديث هيطلع لكم دلوقتي على الشاشة. الأحاديث خلي بالكم عشان برضو محدش يقول ان اسلام بيرجع للاحاديث. ما هو اسلام عمره ما قال ان الاحاديث كلها غلط خالص، عمري، لا زمان ولا دلوقتي. دي اشاعه مغرضه من الاشكال اللي انتوا عارفينها، لكن انا بقول ننقد الاحاديث. ما فيش حاجه اسمها كتاب كامل صحيح، فما صح منه بالدليل وبموافقته للقران وبموافقته للعقل وبانه يصدر من الرسول وبصحه السند حتى بالطريقه القديمه بتاعتهم، يبقى تمام، هنرفضه ليه؟ احنا مش اعداء. إنما الحديث اللي يخالف القرآن صراحة وكل أخلاق الرسول التي تكلم عنها القرآن، ويخالف العقل ويخالف المنطق والإنسانية وتفسير القرآن وكل حاجة، وكمان سنده ضعيف، طب إحنا في إجبار علينا إن إحنا نقبله مثلا؟ يعني لازم يعني جايلنا كده الموضوع على بعضه؟ لا طب. فالحديث اللي أنا أقول لكم ده حديث صحيح جدا، معناه موافق جدا، حدث شهد عليه كثير من الصحابة فيقترب من التواتر في سنده بعد كده، لأن كثرة عدد الصحابة لا تعني التواتر. التواتر الكثرة دي نقلت لكثرة بعدها، زي ما شرحت زمان في الخريطة واحد. متواتر يعني قوي، مسموع عنه، مش سر أحد كده واحد بس سمعه وما قالش لحد في الدنيا، سر، عشان ده ما بيقامش عليه عقائد. وحديث معناه متفق مع كل حاجة هنطلع منه بقى بالأربع حاجات بتوعنا اللي هم السياق والمقاصد والظرف الاجتماعي واللغة، وده مهم جدا، فانتبهوا جدا الحلقتين دول عشان ده اللي هنبني عليه كل قراءتنا الجديدة للنص الديني، وتجنب أو الخروج والتخطي بره دائرة القديم، رغم أننا هنستعرضه عشان تشوفوا أين الخلل أو أين المفارقة. الحديث بطريقه القديمه او بالطريقه القديمه الكلاسيكيه بتاعته متفق عليه. مين اتفقوا يا فندم؟ البخاري ومسلم. يعني الحديث ذكرك في البخاري ومسلم شبه بعض، هو يبقى متفق عليه. طبعا الاسم ده انا معترض عليه، بس انا بقول لكم انه ده اللي اتقال، انه اللي خرج في الكتابين. فتعال نقراه مع بعض، هتشوفوه على الشاشه. بص يا سيدي، طبعا انا هقول لكم السند المطول دلوقتي، لكن هو في النهايه عن عبد الله بن مسعود الصحابي العظيم المكي الكبير، قال، ركزوا لأن الحديث ده أنا أزعم أنه ده برضو بيتسمى الحديث العمدة الذي كان من المفترض أن يكون أهم حديث في الإسلام من ناحية التعامل مع القرآن بلا أدنى مبالغة، عشان بس لما نقرأ تبقوا فاهمين أنا بقرأ إيه، أنا مش بقرأ حديث وخلاص. ده أهم حديث في الإسلام عن التعامل مع القرآن كله، وياريت هنشوف بعد شوية حد التفت ليه، وفي البخاري ومسلم وصحيح، مش عشان هو فيهم بس. اقروا معي عن عبد الله بن مسعود، قال: لما نزلت آية، يعني قرآن، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك. يعني الآية نزلت، ركزوا معي في دي، الصحابة فهموا بالفهم اللغوي العادي، وخلي بالك الصحابة تدرجوا في العلم يعني، وإلا هو الرسول كان يعني هو المعلم الأكبر، فهم يختلط عليهم الأمر ثم يسألوا الكبير، يسألوا الأستاذ. فإنما العلم الذي نقلوه الصحابة بعد الرسول، هم كانوا استووا باللفظة كده، يعني إيه
تقلوا بقى بالذات المكيين يعني، وتعلموا 23 سنه بيتعلموا، لكن حين نزول القران هم كانوا ان بروجريس يعني في مرحله التعلم. فالايه نزلت، انت حضرتك دلوقتي ما تسبقش وتقرا الباقي، اقرا بس الايه الذين امنوا اللي هم الصحابه، لان اي خطاب في القران كان للصحابه، يا ايها الذين امنوا دول الصحابه، ومن بعدهم بقى اللي واحد. وبصوا بقى الوصف، ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. يلبسوا يعني يدخلوا فيه، يختلط بيه، ها ده كلمه معنى اللبس في اللغه، حتى في المعاني لما يقول لك حصل لبس في المعاني يعني معنى دخل في معنى، تمام. ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. جميل، اني ظلم؟ الظلم العام، ظلم، ما هو ربنا قال ظلم، كلمه منكره بلا الف ولام فيبقى ظلم. فهم فهموا ايه بالسياق الطبيعي اللي ربنا بينزله وصفا للذين امنوا، انه اي مؤمن هيخلط ايمانه ببعض الظلم راح كله. فهم لانهم كانوا صادقين جدا حتى في اخطائهم، فقالوا يعني ايه الكلام ده، يا نهار ابيض، ده ما فيش فينا واحد غير ظلم، ظلم ولو مره. والناس اللي بتشتغل مع ناس يعني مديرتهم او مسؤول عنه عارف يعني ايه ممكن يغلط مره ويظلم، غصب عنه، غصب عنه، بيبقى راجل كويس جدا او امراه كويسه جدا، بس بتحصل كتر الاختلاط والمعاملات دي سنين طويله بتخليك على الاقل مره ظلمت. طب بلاش ظلمت ناس، ظلمت نفسك، سهله، ممكن تظلم نفسك فعلا، وده معنى متوارد في القران كتير. الخلاصه انه شيء مرعب ان الايمان كله يروح بظلم واحد مره، وقد تتراجع عنه وقد يعني. فبص بقى عبد الله بن مسعود بيقول ايه، قال فشق ذلك على اصحاب رسول الله. شق يعني ايه؟ مشقه كبيره جدا، اتخضوا، ازاي يا جماعه كل ايماننا وتعبنا وكل ده يروح بظلم مره واحده؟ وقالوا، بصوا هم جابوه على نفسهم الاول عشان ما يقولوش ان ممكن تحدث ان تظلم غيرك، فقالوا واينا لا يظلم نفسه. يظلم نفسه هنا على فكره معناها مش يظلم نفسه، يعني ظلم غيره فيبقى ظلم نفسه، انت ظلمت نفسك جدا لما ظلمت غيرك، ده معنى كان عند العرب يعني. فقالوا اينا لا يظلم نفسه، مين يا جماعه ولو مره في عمره ما ظلمش. فراحوا للرسول، خلي بالكم ترتيب الحديث ده، شوفوا اربع سطور، تاني بقول لكم اهم حديث في الاسلام، لانه بيتكلم عن اهم حاجه في الاسلام بتتعامل معاها ازاي، القران. فعملوا ايه الصحابه لما اختلط عليهم الامر واستصعبوه وشق عليهم؟ راحوا للي يعلمهم، ركز، ها، فراحوا للرسول قالوا له، فقال رسول، سألوا السؤال يعني طبعا، فقال رسول الله ليس هو كما تظنون. خلي بالكم والله العظيم، تاني ممكن اكون ممل، ده اهم كلام في الاسلام، انه المعنى الواضح الصريح اللي بتقوله اللغه واللي فهمه الصحابه مش صح. وهو اللي قال بقى رسول، قال لهم ليس كما تظنون. خلي بالك خلاه ظن، ركز في معنى الكلام، ما خلاهوش فهمهم يقيني، دول الصحابة، فما بالك المفسرين اللي كلامهم بقى يقيني، مش هتتكلم، رغم ان الصحابة بحالهم الرسول من دقة لفظه قال لهم ليس كما تظنون، مش ما كما تعتقدون، ها، لانه في النهاية ظن، الصحابة مهما بلغوا بشر. نرجع الموضوع الاهم بقى جاي، قال لهم ليس كما تظنون، ادي اول صدمه، معقوله المعنى الواضح الصريح ده مش هو؟ ركز عشان تفهم بقيه القران كله اتفسر ازاي بغير الطريقه دي. فقال لهم ليس كما تظنون انما هو ايه بقى، اشرح بقى يا رسول الله، علمنا الطريقه، مش شرط الايه دي بالذات، انا بكلمك على الطريقه كلها، نعمل ايه بقى في قرون جايه بقى لحد عندنا، ماشي. فقال لهم ايه، ليس كما تظنون انما هو كما قال لقمان لابنه، سوره في القران لقمان، الله نقل على لسانه او عن لسانه، جعلها ايات، طبعا ليست لقمان لم يقلها بهذا الضبط اللغوي او البلاغه، لكن المعنى قاله لقمان، ربنا امين في نقله. فلقمان بيقول ابنه في خلال الايه يعني، يا بني ركز
حضرتك في اللي بقوله. الآية في القرآن بقى بتقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ركزوا بس في السطر ده حد ما اطلع فاصل ده يوقف.